شيء. يا الله شوف كيف ذايبة. شيء مش طبيعي. بسم الله. هلا والله سهلة، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينة. بعد الجو الزين يبين لنا شيء زين، يبين لنا شيء بسيط، شيء بسيط. هذا اللي احنا بنسويه شوكولات. تعرفون كلكم السوفليه؟ هذا اخت السوفليه. خلينا نجرب ونشوف. طبعا هذه مكونات طبخه كلها كامله، بس هذه المكونات شايفين. طبعا عندي هنا الشوكولات ذوبته، عندي هنا الزبده اضيفها عليه، شايفين كذا. وابدا اخلطها مع بعض، الشوكولات مع الزبده والبيض مع السكر، اخلطهم كلهم مع بعض. حطيت هنا السكر فوق البيض، اخلطه كله مع بعض. اتاكد اني اخلطهم صح مع بعض كل الاثنين، وفوقهم على طول شوكولات. واخلطها بعد. خلاص في النهاية عندي الدقيق. خلاص كذا خلصنا الدقيق. شوفوا الحبات هذه هي اللي حاولني ايش ما تدخل معي الخلطة نفسها. ابدا اقلبها على خفيف. شوف تطلع ثقيلة معي شوي. بعدها على طول نقول بسم الله، نبدا نحط الخليط حقنا فيها من جوا، بس كذا يكفي. بسم الله. شوف كيف من جوا. السلام. شوف 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 هذه حطينا عليها آيس كريم. شوف كيف طالع. يا الله يا الله شوف كيف. واو 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 واوات كلها مع بعض. دافي آيس كريم. شيء يا الله شوف كيف ذايبة. شيء مش طبيعي. بسم الله. يا الله هذه تضيع جواتها.